الكابتن خالد غندور وحمد لله على السلامه. حمد لله على السلامه يا كابتن خالد. الله يسلمك يا كابتن سيف، ازي حضرتك عامل ايه؟ ومعلش بقى غصب عني ولكن نفسي ابقى معاكم، بس ظروف الطيران معلش. مفيش مشكله يا كابتن، احنا يهمنا نتفسح وتبقى مبسوط، مش مشكله. وقلت برضه سيبي شاب راحته يقول اللي هو عايزه وكده. بقول لك ايه، ده هايص، بص هايص من غيرك وعايش مرة وكل كلمه يقول لي انت فاكر اما خالد اختلف معايا في دي وما اختلف معايا في دي كده يعني. ماشي ماشي. هو هرب النهارده، هو هرب. بس انا سايب سيف معايا برضه، سيف معايا قد ودود. لا ما تقلقش يا كابتن، ما تقلقش مكانك، ما تقلقش. عايز برضه انا استغل كده وجودك، لان كنت بتكلم دلوقتي مع هشام بما يخص قصه وماهر وكده، الاهلي والزمالك. كارتيرون شايف انه مكمل في الزمالك ولا في وجود مدرب عالم الامور تختلف من وجهه نظرك؟ والله ما حد يعني على حد علمي انه مكمل، ما اعرفش بقى اختلاف الظروف ممكن تغير وجهه نظره، الله اعلم يعني. لكن انا عارف ان هو كان حابب الزمالك وحابب يقعد في الزمالك وما عندوش مشكله ان يقعد في الزمالك. هل بقى الاستقرار، عدم الاستقرار في وجود انتخابات، في حاجات كده ممكن تغير من وجهه نظره؟ هل عدم رغبته في وجود مدرب عام، اصرار الاداره على وجود مدرب عام، ده ممكن يغير رايه؟ الله اعلم. بس هو في النهايه معاه تعاقد. صح. اذا انهى التعاقد هينهي التعاقد بشرط جزائي يعني. كابتن خالد، ما يخص برضو عواد وان هو بديل ابو جبل ونادي الزمالك دفع ثمن ان ما لهوش حارس مرمى في المنتخب، شايفها ازاي؟ والله ابو جبل حارس كبير جدا، انا شايف يعني ابو جبل حارس كويس جدا. يمكن ماتش الاهلي والزمالك اثر عليه شويه نفسيا، وعواد برضو من الحراس الكبار يعني. لكن هي انا وجهه نظري ممكن بطوله العرب مثلا، ممكن هي دي اللي مبقاش فيها حارس من الاثنين يعني. لكن اعتقد ان بطوله الامم اكيد هيكون في حارس من الاثنين اعتقد يعني. ان شاء الله باذن الله. كابتن الف حمد لله على السلامه، ومستنيينك ان شاء الله باذن الله بقى الحلقه الجايه. وماسك هشام اقول لحد ما تيجي، ما تقلقش. الله يخليك، سلمني على ماهر عشان ما سلمتش عليه. ماهر حبيبي يا كابتن فادي. وان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي نبقى مع بعض باذن الله. ان شاء الله باذن الله. وعايز اقول بس يعني الف مليون سلامه الاسلام الشاطر، ربنا يشفيه ويعافيه. يا رب يا رب، الف سلامه الاسلام الشاطر يا رب يا رب. حبيبي الحمد لله على السلامه يا كابتن خالد. بشكرك شكرا جزيلا كابتن خالد غندور، الف سلامه طبعا.